السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد. كلوروثايزين تصنيف الدواء مدررات بول من فئة ارتفاع ضغط الدم والعالة الدوائية ثايزين. هو دواء عبارة عن مجموعة من الأدوية المدررة للبول، حيث تقوم هذه الأدوية بالتخلص من السوائل الزائدة في جسم الإنسان وتقلل الوذمة لدى الأشخاص مصابين بفشل القلب الاحتقان وأمراض الكلى وتليف الكبد. أيضا يقلل الكلوروثايزين من كمية الكالسيوم في بول، وإضافة إلى ذلك فإنه يستعمل أحيانا لمنع الإصابة بأنواع معينة من حصى الكلى. استخدامات العلاج: الوذمة الوصفة للفشل القلب الاحتقاني والهرمونية وأمراض الكلى والكبد والالتهاب الرئوي، وأيضا علاج ضغط الدم المرتفع. أعراض العلاج: تقشر الأكزيما، الأنسجة التسممية، واضطراب وهبوط بنية الدم والكبد والذائبة الحمراء وتساقط الشعر والتحسس الضوئي، طفح والشرة، فرط في السكر ويورك في الدم، استفراغ وقثيان، بل حتى إسهال ودوران وصداع. كيفية استخدام هذا العلاج؟ يؤخذ قبل الطعام أو بعد الطعام، وفي حالة الإحشاء عضلة القلب الحادة يجب على المريض وضغ الدواء في الفم. إضافة إلى ذلك طريقة تناول العلاج تكون عبارة عن أقراص، وعدد الجرعات هي مرة واحدة، فعالية العلاج من 6 إلى 12 ساعة، وبداية الفعالية 2 ساعة. إلى هنا ينتهي الدرس، كان معكم محمد خضير، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.